مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. اختلال أمني جديد في العاصمة المؤقتة عدن وصل هذه المرة إلى حد قيام مسلحين بالاشتباك مع إدارة الأمن. الروايات التي تحصلنا عليها من مصادر مختلفة تؤكد أن فصائل مسلحة اشتبكت طيلة ليلة البارحة مع حراسة إدارة الأمن بعد ضبط الأجهزة الأمنية مسلحين على خلفية اشتباكات وقعت بينهم في خور مكسر وصيرة. مصادر أيضا أكدت أن الاشتباكات توقفت بعد تشكيل لجنة وساطة بتوجيه من رئيس الجمهورية. هذه الحادثة تكشف كما يرى مراقبون عن الأزمة التي يمكن أن يحدثها بقاء هذه الفصائل خارج إدارة المؤسسات الأمنية في العاصمة المؤقتة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مظاهر الاختلالات الأمنية في العاصمة المؤقتة وأثرها على عملية تطبيع الحياة، وما هو الأثر الناجم عن بقاء فصائل المقاومة المسلحة خارج إدارة المؤسسات الأمنية. قبل البدء بالنقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ليلة استثنائية عاشتها كريتر وخور مكسر بمحافظة عدن. اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بددت هدوء العاصمة المؤقتة وأعادت إلى مواطنيها أجواء الحرب التي طووا صفحتها باندحار الميليشيا الانقلابية في صيف العام 2015. القصة كما أفاد بيان منسوب لإدارة شرطة عدن بدأت من حي في كريتر وتحديدا بالقرب من مسجد العجل. نزاع بين مسلحين وصفتهم بأنهم خارجون على القانون تطورت إلى مواجهات بالأسلحة وتوسعت لتصل إلى السوق الرئيس في كريتر وتثير موجة من الرعب والهلع بين المواطنين. تدخلت شرطة كريتر وفضت الاشتباك وأوقفت عدداً من هؤلاء المسلحين وأودعتهم قسم الشرطة بالمدينة، الأمر الذي استدعى تدخل قيادياً في المقاومة. تفيد مصادر إعلامية بأن المسلحين تابعين له واشتبكوا مع شرطة القسم، ما استدعى استقدام تعزيزات من إدارة الأمن، انتهى باعتقال القيادي في المقاومة ونقل الموقوفين إلى سجن البحث الجنائي في خور مكسر. لكن مجموعة مسلحة لها علاقة باشتباكات كريتر هاجمت مقر البحث الجنائي بقذيفة RPG ما تسبب في إصابة 3 من رجال الشرطة بحسب معلومات لم يتسنى التأكد من مصداقيتها. وعلى الفور باشرت قوات أمنية كبيرة بملاحقة المسلحين في شوارع خور مكسر وسط تضارب في المعلومات بشأن هوية هؤلاء المسلحين الذين تفيد بعض المصادر الإعلامية بأنهم ينتمون إلى المقاومة، كما لم تتضح حتى الآن دوافع هذه الاشتباكات وخلفياتها والتي لم تتوقف حتى الآن في ظل تواصل الحصار المفروض على إدارة الأمن، رغم أن مصادر في الشرطة أكدت أنها استعادت السيطرة على الوضع الأمني في مناطق الاشتباكات. جامعة عدن دورها اضطرت على ما يبدو إلى تعليق الامتحانات في كلية اللغات الواقعة في خور مكسر على أن تستأنف الأحد بحسب بيان نشر على حسابها في تويتر. الآن نبدأ نقاش في موضوع هذه الحلقة بعد أن شاهدنا هذا التقرير، وينضم إلينا من عدن الناطق باسم السلطة المحلية نزار هيثم. أهلا بك أستاذ نزار. أهلا ومرحبا بك أستاذ نزار. بداية، ما هي الرواية الكاملة لما حدث؟ طبعا مثل ما الجميع شاهد وقت هناك حدثت اشتباكات بين جماعات مسلحة، كانت بدايتها أمر بسيط، ولكن نتيجة للوضع الأمني الذي يتواجد حاليا في عاصمة عدن تصاعد، وحاولت الجهات الرسمية أن تعمل على التهدئة ومحاولة معرفة الأطراف التي كانت متسببة في هذا الشيء. وطبعا كانت الجهود من المحافظ على إدريس الزبيدي والقائد الأمن اللواء شلال جهود مستمرة بمتابعة الوضع، ويعملون طبعا بشكل مستمر لإنهاء أي توتر بالطرق المتعارف عليها. وطبعا هذا كان مدى التنسيق والتواصل مع الجهات الشخصيات الوطنية لمحاولة نزع أي تصعيد وإثارة الفوضى في العاصمة عدن. حاليا الأوضاع هي تحت السيطرة وأن الأمور مطمئنة، فقط كان هناك سوء إدارة لمرحلة معينة في المساء بعدم تواجد الأجهزة الأمنية في تلك الأمن بها الاشتباكات، ولله نجحت التهدئة. وكانت هناك أيضا تواصل مع سيادة الرئيس الجمهورية للمحاولة
التيسر والحفظ الامن والاستقرار والقضاء على اي محاوله لتهديد العاصمه عدن بتعكير انها ويهدد السلم الاجتماعي فيها. طيب ينضم الينا ايضا من عدن ونشرك في النقاش الاستاذ فتحي بالازرق رئيس تحرير صحيفه عدن الغد. اهلا بك استاذ فتحي. اهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناه بلقيس العزيزه. استاذ فتحي، اذا مره اخرى تبدو الاوضاع للاسف في العاصمة المؤقتة عدن غير مستقرة، هذه المرة ربما بفعل جماعات وفصائل المسلحة التي ما زالت خارج إطار المؤسسات الأمنية. تفسيرك لما حدث؟ الحقيقة أن المشكلة الحاصلة في عدن هي تتجاوز مدينة عدن وتتجاوز المناطق الأخرى، بل الحقيقة أنها هي مشكلة المناطق المحررة التي حررت من جماعة الحوثي قبل أكثر من عام ونصف، لكننا حتى اليوم لا نجد حضور حقيقي للدولة بمؤسساتها الحقيقية سواء كانت الأمنية والعسكرية، لذلك فالمشكلة تتجاوز مدينة عدن. هناك حالة من الإخفاق للأسف الشديد تظهرها الحكومة الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها ومنها تعز وأيضا حتى مارب حتى مناطق كثيرة لا تعيش أجواء أمنية، ربما يمكن نقول أنها أجواء أمنية صحيحة. حينما نتحدث عن عدن، المدينة حررت قبل عام ونصف، وكان من الواجب أنه منذ تحرير المدينة أن تسعى الحكومة الشرعية وأن تسعى السلطات المحلية وأن تسعى كل الإدارات لإنهاء حالة التمترس المسلحة لكافة الأطراف. كان يجب أن يتم الانتقال إلى الحياة المدنية وبدء عمل معسكرات الجيش والأمن. هذا لم يحدث في مدينة عدن، وأنا أتحدث بعد عام ونصف من تحرير المدينة. طيب أستاذ فتحي، هذا لم يحصل بعد عام ونصف، لماذا لم يحصل؟ لماذا لم يتم دمج المقاومة؟ هل لأن السلطات الرسمية أو السلطات العليا لا تستطيع فعل ذلك؟ لا، أنا شخصيا لا أرى أن السلطات لا تستطيع فعل ذلك، لكن ربما السلطات لا تريد ذلك، أو ربما الأطراف المتحكمة بالمشهد في عدن هي لا تريد أن تفعل ذلك. الإخوة في دولة الإمارات قدموا الكثير من الدعم لقوات الأمن وقدموا الكثير من دعم لقوات الجيش ودول التحالف، لم تقصر بشكل كبير. نعم هناك بعض القصور في بعض الأشياء، لكن عامة الأسس المتاحة لبناء مؤسسة أمنية في حدها الأدنى موجودة، لكن حتى اللحظة نحن لم نصل إلى مرحلة تأسيس قوات أمنية حقيقية في عدن. وهنا المشكلة والسؤال يطرح لحكومة رئيس الوزراء بن داغر، تطرح لرئيس لوزير الداخلية بن عرب، تطرح أيضا للمحافظ، تطرح أيضا لمدير الأمن. لماذا لم نشاهد حتى اللحظة توحيد حقيقي لأجهزة الأمن؟ لماذا لم نرى إقصاء حقيقي أو إبعاد حقيقي للمسلحين من المدينة؟ هناك لا تزال عشرات الفصائل المسلحة توجد في عدن، هناك الكثير من أطراف المقاتلة والتي تحمل السلاح وهي موجودة في عدن. كل هذه الأطراف المسلحة موجودة في مدينة صغيرة، أنا شخصيا أرى أنها تضفي الكثير من التوتر للوضع العام في المدينة، وبالتالي في بيئة موجودة فيها كل هذه الأسلحة وكل هؤلاء المسلحين، فحدوث مثل هذه الاشتباكات، حدوث مثل هذه الاختلالات شيء وارد وطبيعي. طيب أعود للأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن. الآن كما قلت انتهت المشكلة وتم تجاوزها، الوضع الأمني الآن في العاصمة المؤقتة عدن كيف يبدو؟ بيحسن ما يرام ولله الحمد. أستاذ نزار، قلت لك أن الوضع الأمني حاليا في العاصمة عدن على أحسن ما يرام ولله الحمد. طيب بقاء الفصائل المسلحة خارج إطار المؤسسة الأمنية، يقول الأستاذ فتحي بن الأزرق أنه يضفي الكثير من التوتر والقلق ربما داخل العاصمة عدن، ويتساءل ويتساءل كثيرون بالإضافة إليه، ما الذي يمنع بعد عام ونصف من التحرير إنهاء إشكالية بقاء هذه الفصائل خارج المؤسسة الأمنية؟ ما الذي يمنع وجود مؤسسة أمنية حقيقية حتى الآن؟ لا يمنع شيء، هناك قرارات صادره من سابق حول دمج هذه التابعه للسلاح على ان تنفر الجيش الاجهزه الحكوميه، لكن هناك اجراءات لابد ان تحكي
من الرئاسة واللجان التي تم تشكيلها حول تنفيذ هذه القرارات وكيفية الأحياء المناسبة للناس جميع في هذا الموضوع. شيء آخر أود التوضيح حوله حول أن وجود عدن السنة لم تنتهي، أن العاصمة عدن ترفد الجبهات في العديد من العناصر تشارك مع الجيش لتحرير المناطق المحتلة، وبالتالي حركة السلاح ستكون متواجدة، وبالتالي هي الهادف الأمني سيظل متواجدا في العاصمة عدن طالما الأمر لم يحسم بعد المشتعل. طيب الإشكالية الآن انتهت، فهناك أخبار تتحدث عن أن الاجتماع ما زال مستمر في منزل المحافظ، حول ماذا الاجتماع إذن؟ لا يوجد أي اجتماع، لكن هناك العديد من المشاورات تتم حول أن لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى في إطار العاصمة عدن. طيب أعود للأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أستاذ فتحي، استمرار هذا التضاد الواضح والمعلوم للجميع بين الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة إلى أين يمكن أن يقود برأيك إذا ما استمر؟ إذا ما استمر هذا الوضع فأنا شخصيا أرى أنه ربما يقود إلى حالة مأساوية من الاقتتال الداخلي في عدن. هناك معسكرات وهناك قوى مسلحة تملك الكثير من الأسلحة وبينها الأسلحة المتوسطة وربما الثقيلة، وبقى هذه الأسلحة مجتمعة بيد هذه القوى المسلحة سيوصل الناس في الأخير إلى استخدام هذه الأسلحة في حسم أبسط خلاف حدث يوم أمس أو فجر اليوم. تحولت خور مكسر أو ربما غالبية خور مكسر إلى ساحة اشتباكات حقيقية بين أطراف مختلفة، لذلك والسبب يعود في الأساس إلى وجود الكم الهائل من الأسلحة. لذلك أنا شخصيا أرى أنه حان الوقت أن تتحرك كل القوى الموجودة على الأرض في عدن، أولا لسحب السلاح من الفصائل المسلحة، وثانيا لتعزيز قوة الدولة ومثلا أجهزة الأمن البحث الجنائي لإيجاد مؤسسات أمنية حقيقية تمثل الناس كافة في عدن. لا نريد نحن في عدن أن نرى أجهزة أمنية ممثلة لبعض الأطراف وبعض الأطراف الأخرى غير ممثلة، نحن بحاجة إلى مؤسسات أمنية حقيقية تمثل كافة أطياف الشعب، مؤسسات أمنية حقيقية يقودها ناس متخرجون من كليات وزارة الداخلية، الشرطة، البحث الجنائي، وناس متخصصون فعلا في العمل الأمني الصحيح. لكن تم إيكال المهمة في الكثير من المناطق في عدن وحتى في محافظات أخرى إلى من يسمون أنفسهم قادة المقاومة. هؤلاء قادة المقاومة الكثير منهم غير مطلع بالوضع الأمني أو غير مطلع بإجراءات الأمن السليمة، لذلك ما يبنى على بشكل خاطئ في الأخير هو ينتج عملية أمنية خاطئة. الكل لا زال يتمنى وينتظر أن الحكومة تتحرك، يتحرك وزيرة الداخلية، تتحرك الحكومة، حكومة بن دغر، وتتحرك المحافظ ومدير الأمن، كل هذه الأطراف يجب أن تتحرك ويجب أن يتلافى الناس أي إشكالية قادمة ربما تحدث خلال الفترة القادمة وقد تنفد ما لا يحمد عقبه. الكل طيب في أستاذ فتحي، يعلق الكثير من الأمل. أستاذ فتحي، هذه الفصائل المسلحة وقياداتها، قيادات المقاومة التي تتبعها، هو يفترض أن دورها في الفترة الحالية بعد التحرير أنها تضبط الوضع الأمني في عدن، كيف تفسر عدم رجوعها إلى السلطات الرسمية، إلى القضاء، إلى الأمن، إلى مؤسسات الأمن لحل أي إشكالية تواجهها، لحل الإشكاليات فيما بينها، ما تفسيرك لذلك؟ من يملك السلاح لن يبحث عن أي جهة قضائية أو جهة أمنية بالمطلق، من يملك السلاح هو سيستخدمه عند أبرز خلاف مع الآخرين، هذه نقطة يجب أن نتفق عليها إجمالا. لذلك فالحل هو في الأساس هو أن ينزع السلاح أولا من هذه الأطراف، ويتم التأكيد لها بأن الحرب انتهت في عدن وأنه لا ضرورة لوجود سلاح متوسط وربما ثقيل وربما خفيف لدى ناس مدنيين عاديين. يجب التأكيد على أن الدولة يجب أن تسود في عدن أولا، ومن أراد أن يلتحق بقوات الأمن والجيش بعد تأهيله فالباب يجب أن يكون مفتوح لهذه الأطراف ويجب أن لا تقصى، لكن لا يمكن العمل أو مواصلة العمل في ظل وجود قوى مسلحة إلى جانب قوة الدولة. في حال وجود هذه القوى واستمرارها فإننا سنتحول إلى ليبيا أخرى للأسف الشديد. طيب نشرك معنا عضو لجنة الوساطة الأستاذ ناصر مانع، أهلا بك أستاذ ناصر. أهلا وسهلا أخي كريم. أستاذ ناصر، في البداية ما الذي حدث وكيف تم حل الإشكالية؟ طبعا
طبعا لا يخفى على جمهور. بسم الله، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. هي مشكلة متكررة في الاتصالات مع عدن، بعض الاتصالات وبعض الشركات هناك صوت غير واضح، صوت الأستاذ ناصر مانع غير واضح معنا، سنحاول التواصل معه مرة أخرى ليشترك معنا في هذه الحلقة، هو عضو لجنة الوساطة. أعود للأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أستاذ فتحي بالأزرق، بالنسبة للسلطة المحلية، السلطات الرسمية في عدن ومن يقع على عاتقها الآن تطبيع الحياة في عدن، إلى أي حد وكيف يؤثر بقاء هذه الفصائل المسلحة خارج المؤسسة الأمنية على أداء المؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة؟ أنا في الحقيقة أرثي لحال المحافظ الزبيدي وأرثي لكل الأطراف التي تمثل الدولة في عدن في الوقت الحالي. شخصيا في أوقات كثيرة لا يمكن المقارنة بين حجم القوة المسلحة التي تملكها السلطة المحلية وسلطات الأمن بما تملكه الأطراف المسلحة الأخرى، سواء كانت في معسكرات الجيش أو في فصائل المقاومة الأخرى. حينما تكون الدولة الممثلة للسلطة المحلية غير غادرة أو لا تملك القوة الكافية لمجابهة هذه الفصائل المسلحة الأخرى، فإن الدولة ستكون ضعيفة ولن تستطيع أن تملي إرادتها القانونية والحقلية، وستضطر إلى تقديم تنازلات. هذه التنازلات في الأخير هي إضرار كبير بشكل الدولة، إضرار كبير بسمعة الدولة، إضرار كبير بحضور الدولة لدى المواطن. لذلك كررنا أكثر من مرة بأنه يجب أن تدعم السلطة المحلية ويجب أن تدعم قوات الأمن فيما يعزز وجود قوة حقيقية أمنية في عدن. لكن المؤسف، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها إجمالا، أن حتى اللحظة إدارة أمن عدن والأجهزة الأمنية الأخرى ليست مشكلة بالشكل القانوني الصحيح، ليست مشكلة بشكل نظامي صحيح. هي نفسها هذه القوات تعاني الكثير من الاختلالات والتي يجب أن تصحح، سواء كان من حجم، من حيث عدد الأفراد أو انتماءات الأفراد أو مؤهلات هؤلاء الأفراد. نحن بحاجة أولا لإيجاد قوة أمنية حقيقية في عدن، هذه القوة الأمنية تخضع للسلطة المحلية، ومن ثم إضعاف كل الأطراف المسلحة الأخرى. حينما تضعف الأطراف المسلحة الأخرى وتدعم القوة النظامية الحقيقية، أنا شخصيا سنجد أننا نسير وفق نظام صحيح، ربما يصل بنا في نهاية المطاف إلى أن نعزز حضور الدولة ونزكي حضور كافة المؤسسات الأمنية، الشرط، إدارات الأمن، البحث الجنائي. حينما يتم تفعيل هذه الإدارات، أنا شخصيا أعتقد أن الوضع سيكون يسير في طريق الصحيح. كمتابع أستاذ فتحي للخطوات التي كانت بدأت وفق التصريحات المعلنة في وسائل الإعلام حول عملية دمج أفراد المقاومة الشعبية بالأجهزة الأمنية، إلى أين وصلت هذه الخطوات وهذه الجهود كمتابع؟ الحقيقة أن عشرات أو ربما مئات الكشوفات التي قدمت خلال الأشهر الماضية على أنها أفراد من المقاومة ويجب دمجهم في قوات الجيش والأمن، شاهدنا عمليات كثير، لكن للأسف الشديد طغت العشوائية على هذه الأعمال، فلم يصل الجميع إلى حل صحيح أو أداء صحيح لعملية دمج هذه. الكثير من الناس تحدثوا عن ضرورة دمج قوات المقاومة في الجيش، لكن العملية لم تتم حتى اللحظة بالشكل الصحيح الذي يمكن أن يوصل الناس إلى مؤسسات أمنية حقيقية. ربما جزء من الإشكاليات والعراقيل هو عدم قدرة الحكومة حتى اللحظة على دفع مرتبات موظفيها السابقين قبل عام 2014، فما بالك كيف يمكنها أن تدفع مرتبات آلاف أو ربما عشرات الآلاف المجندين الجدد. هناك حالة من العشوائية، لكن نحن لازم نقول أنه مهما يكون فهذه القوى المسلحة يجب أن تنظم، هذه القوى المسلحة يجب أن تؤثر بالشكل الصحيح، وإذا أطرت هذه القوى المسلحة في إطار أمني حقيقي فأنا شخصيا أعتقد أن ربما نقلل من حضور الجماعات المسلحة ونسير بعدا إلى بر الأمن. إلى أي حد أنت متفائل أن ما حدث بالأمس وانتهى اليوم أنه قد يكون مقدمة وقد يكون ملفت لإنهاء موضوع بقاء هذه الفصائل خارج الأجهزة الأمنية؟
ما حدث في عدن فجر اليوم هو ناقوس خطر طرق وبقوة، ويتبقى هو ما يتبقى هو هل سيستمع العقلاء إلى صوت ناقوس الخطر هذا؟ في حال استجاب الناس والسلطات المحلية والحكومة وكل الأطراف والحكومة الشرعية إلى التحذير الذي أطلق اليوم، الحمد لله لم يخلف أي ضحايا بشرية، لكنه طرق ناقوس الخطر وبقوة. والواجب على الحكومة أن تستمع لناقوس الخطر هذا وأن تسعى بأسرع ما يمكن لتوحيد كل الفصائل المسلحة في عدن وتنظيم العمل الأمني، ما لم فأن في حال تجاهل الوضع الأمني العام في عدن وترك الأمور تسير مثل ما هي، فأنا شخصيا أعتقد أننا ربما قادمون على معارك إضافية وأخرى، وربما تكون الخسائر أكثر فداحية وحينها لن ينفع الندم، لكن نتمنى ولازلنا نراهن أنه لا زال أو لا يمكن للحكومة أن تتحرك، وهذا ما بإذن الله أننا سنراه قريبا. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، ربما كانت هناك إشكالية في التواصل معهم، النزار هيثم وأيضا الأستاذ ناصر مانع عضو لجنة الوساطة. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعدها ماهر أبو المجد.